كفضلا وليس امرا. اذا كنت جديدا او ان الاشعارات لا تصلك فقد قم بهذا الفعل كما تراه في المقطع حتى تصلكم المقاطع، فلا اريد لتعبي ان يذهب هباء. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عبدو عاد عليكم من جديد بمقطع جديد، والجديد أنني اشتريت كيبل جديد، والحمد لله وشكرا لتفهمكم وانتظاركم كل هذه المدة، وأرجو أنكم استمتعتم بالأغنية الدارتونية التي لن تعجب الكثير. لن تكون هذه الأغنية الأولى والأخيرة، بل سيكون هناك الكثير إن شاء الله مستقبلا. واليوم جلبت لكم مقطع بعنوان أكثر الشخصيات الكرتونية التي تحب الطعام كثيرا. لديها شهرات في الأكل، لا تفكر إلا في الأكل، حياتها كلها الأكل. إذا خيرها بين أعز الناس والأكل تختار الأكل، كما أحب الأكل أنا أيضا بالتأكيد. وبدون إطالة ولنبدأ. اولا لدينا ريتشارد الارنب الزهري، عاشق الراحه والخمول والنوم والاكل بالتاكيد، يموت على الماكل هذا الارنب، ما لبالو بوالو غير الماكل قدامه صاحبي. ثانيا لدينا مانيتي من يحيى انجلو، الولد السمين الخامول مفتول العضلات. تناقض واضح. المهم غبي كسول احمق ناسي، يعشق الاكل ولا يفكر باي شيء غير مضايق التلاميذ والاكل. ثالثا تشاودر، وهو ذلك الارنب الوردي بحال ريتشارد. المهم يعيش بصحبة المعلم ماكديل الاسطوري، يحب الطعام ايضا. هي في الحقيقة كل الناس تحب الطعام، من منا لا يحب الطعام؟ ما هذه التفاهة شيت. رابعا لدينا بساطة، صديق سبونجي، وهو ذيك النجمة اللي جاية غوز، ديما كسلان ويحب الرقاد ويعشق الأكلة ومشتقاته. غبي لواحد الدرجة ما تتوقعوهاش، بزاف ولا غير بزاف. هو ناس ملاح والقادة معاه شابة، والحلقات اللي فيها هو ديما تحلم. أبخي عندنا سكوبيدو، وشكون فينا ما يعرف سكوبيدو؟ هذا الكلب اللي كبرنا معاه وفوتنا ايامات شابين بزاف، فرجنا له في وقت كي كان يلعب في سبيستون، ايو درك عاودوه في كارتون نتورك. المهم هذا الدوغ مهبول على الماكلة، تعطيه الماكلة يدير اي حاجة تبغيها. وما عندنا صديقه شاقي الخواف، ديما يتمشى معاها وعندهم مغامرات بزاف تخوف، غير قتالين الاشباح وذيك الاشياء، ومع التالي يلقاوه غير بنادم كيفهم. المهم الاكل ما يخطيش شاقي باسكو على جال كرشو يخلي عرشو. ولدينا في المركز السابع عبيد، هذا من كرتون منصور، انا والله جامي تبعته، مي بحثوا بحث لقيت بلي هذا مكرش بزاف، غير تاع كرشو يعني تاع بطنه، ما نعرف عليه والو غير انه صاحب وحبيب منصور ويخوض معه مغامرات شيقه. ودوك نروحوا نقراو تعليقاتكم. التعليق الاول، داكسون اظهر سؤالي في المقطع الجاي، هل سوف تستلم للشخص الذي هددك؟ لست مهتما به ابدا، وللذين لا يعرفون عن الذي اتحدث عنه هو ان شخصا قام بتهديدي او شيء من ذلك القبيل، لكن انا رديت عليه وتكتكت عليه كما تقولون. تجدون المقطع في قناتي الثانية أسفل هذا المقطع. المهم ما زال حتى الآن يرسل نيويرس اللي مقاطع ويقوم بسبي، أنا لم أعطيه بالا وتركته حتى بارد. التعليق الثاني، هل لديك حيوان أليف أو شرس؟ كان لدي قطة ورميتها في البئر لكنني كنت صغيرا جدا. هل لديك إخوة؟ لدي كثير الله يبارك. هل تستطيع التكلم اللهجة السعودية؟ والله بحبك. ما هي الوجبة المفضلة لديك؟ الكبسة السعودية. التعليق الثالث، ضع فيديو خاص لقراءة التعليقات لقد اشتقت إليها. وهكذا أردت أقرأ التعليقات. المهم عندما نصل ل 120 ألف مشترك لم يتبقى سوى قليل ونقوم بتلك السلسلة الرائعة. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أرجو أن الفيديو أعجبكم، أعلم أن هذا ما تحبونه أنتم. إذا كان هناك شيء محيركم أو كانت هناك إضافة منكم اكتبوا في تعليقاتي ما شئتم، وشاركوا المقطع في أرجائكم، أحبكم ونظركم لا أنساكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك من فضلكم. سلام، في رعاية الله، دمتم.